الميت هو بحيرة مغلقة شديدة الملوحة تشغل الجزء الجنوبي من وادي الأردن. لا يمتاز البحر الميت فقط بشدة ملوحته وصعوبة الحياة فيه، وهذا سبب تسميته بالميت، ولكن يمتاز أيضا بكونه أعمق منخفض في كل العالم، إذ ينخفض 1300 قدم عن مستوى سطح البحر. البحر الميت ذكر في الوحي الشريف تحت اسم بحر الملح وبحر السهل والبحر الشرقي. وللبحر الميت أهمية تاريخية كبيرة، ففي عام 1947 في قرية قمران الواقعة في الشاطئ الشمالي الغربي للبحر الميت عثر لأول مرة على جرة من الفخار بداخلها برديات ومخطوطات هامة،